تفضل يا استاذ محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا ربنا يفتح عليك يا دكتور، وكل سنه وحضرتك طيب. كل لحظه وانت سعاده وهناء وسرور ورزق وافر وصحه وامان. امين يا رب العالمين وعلى الامه كلها يا رب. امرني يا فندم. انا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول ان ليا بنتي جاي لها شغل في شركه دخان سجاير، يعني هل ده حلال ام حرام؟ كويس، ده سؤال. السؤال الثاني، في عندنا كلب للحراسه جاله مرض كانسر في رجليه، فهل ده نعالجه ولا في الدكتور سعاد بيقول ممكن نديله حقنه يموت، هل ده حلال ام حرام برضه؟ أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأبدأ أجيب بكلمة المرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخي الجامع الأزهر رحمه الله سنة 1960 ميلادي، قال والحكم في التدخين الكراهة. مين اللي قال؟ الشيخ محمود شلتوت. لو مشينا على رأيه بأن الأصل في الأشياء الإباحة وإن التدخين مرده إلى الكراهة، يبقى العمل في هذا المجال مكروه، فلو وجدت غيره كان غيره خيرا منه، وإذا كانت مضطرة للعمل به فلا شيء إن شاء الله مع الكراهة. أما كلب الحراسة فزيه زي ضناك بالظبط. ضناك، شوف الضنا بتاعك لو عيه بقى دكتور يكلفه. عندنا كلبين مستثنيين من زمرة الكلاب، الكلب المعلم للصيد وكلب الحراسة، دول تمنهم حلال وهبتهما حلال كما قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة، ويدخلوا في المال المقوم، يعني حاجات كتيرة جدا الحلقة ممكن لا تتسع لها. كلب الصيد اللي هيجيب لك الظبية تاكلها والمعلم، وكلب الحراسة ده زيه زي اللي هتأجره عشان يحرسك وأكله عليك وشربه عليك، ولما يعي تعالجه. عارفين في كلمة هنا غيظاني يعني لازم أقولها، يعني بنتكلم في نفس الموضوع تقريبا، لأنه نافع نافع، وكل نافع في هذا الدين يحترم. بس طيب،